خلوني اخد معانا على التليفون سياده النائبه ميرال الهريدي امين التعليم بحزب حماه الوطن وعضو مجلس النواب. اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك معالي النائب؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والشكر لله. ايه الشغل العظيم اللي احنا شفناه في التقرير ده؟ الله يخلي حياتك يا فندم. ده يعني ده مصر تستحق، مصر تستحق وتستحق اكتر من كده. والشغل دوت اذا كان حزب حماه الوطن تبناه واخده على عاتقه، فده من منطلق توجه القياده السياسيه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يا فندم الشغل فعلا اصله يستحق الاشاده، لانه انا لاحظت انه في اكتر من زاويه اشتغل عليها الحزب، بس انا كان لافت لنظري جدا جدا مساله مراكز الامل ومساله التدريب من ناحيه والتعليم ومحو الاميه وما الى ذلك، وانا عايز اعرف اكتر عن هذا البرنامج لو صح التعبير يا سياده النائبه. حزب حماة الوطن تكون السبب الرئيسي لأي مشكلة بنواجهها. زي ما المولى عز وجل بيقول لنا في كتابه الكريم: وجعلنا لكل شيء سببا فاتبع سبب. فاحنا لما بنيجي في أي مشكلة وبنواجهها بنشوف ايه السبب الرئيسي ليها. يعني مثلا من ضمن أسباب محو الأمية إنه في العهود السابقة لم يتم حل هذه المشكله وتبنيها وتوليها بشكل جدي وفعلي. ما كانش في عندهم الاراده الفعليه ان هم يمحوا اميه المصريين، لكن وجدنا هذه الاراده مع القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فلما بيجي علشان خاطر تحل حضرتك المشكله، اي مشكله ان كان لازم تبص لها بطريقه بمنهج علمي، وده اللي بيتبعه حزب حماه الوطن. يعني لو جينا مسكنا مثلا مشكله محو الاميه، في الاول انت لازم تقسمها لثلاث مراحل: مرحله ما قبل محو الاميه، مرحله محو الاميه، مرحله ما بعد محو الاميه. ما قبل محو الاميه، اي نوع من الاميه حضرتك عايز تعالجه او عايز انك انت تمحي وجوده من المجتمع المصري؟ هل هي الاميه الابجديه؟ هل هي اميه الهويه؟ اميه المعرفه؟ الاميه المهنيه؟ الاميه الوظيفيه؟ كل الاشياء ديت بيبقى لها استراتيجيه وطريقه معالجه مختلفه، وده اللي بنعمله امانه التعليم بحزب حماه الوطن بتعمله. لما نيجي احنا نحقق الاحتياجات التعليميه للجميع، هي دي مرحله ما قبل محو الاميه، هدفها تحقيق الاحتياجات التعليميه للجميع وتهيئه المناهج المناسبه لمحو الاميه ايا كانت نوعها. حلو. بنيجي بعد كده، بعد ما بنحددها، بنخش في مرحلة محو الأمية. طيب محو الأمية دي أنا همحيها إزاي؟ بتشمل جميع جهود محو الأمية لاكتساب مهارات الاتصال الأساسية. يعني أنا لازم أبقى متصلة، يبقى في اتصال، في ود، في أتراكشن، في أتنشن بيني وبين الطالب أو المصري أو المواطن المصري إن أنا همحي أميته. وبين مهاراته أنا لازم أدرسه، لازم ادرس تكوين شخصيته ايه؟ ايه المهارات اللي بيمتلكها؟ وايه المهارات التي يفتقدها؟ لان من خلالها، من خلال دراستي ومعرفتي بيها حالا، انا هؤهله يبقى انسان سوي، ليه دور في المجتمع اللي بينتمي اليه، ليه مهنه او ما يتطلبه سوق العمل. وبشوف الجوانب الثقافيه العامه، اللي ازاي ان هو يقدر يتقبل اي متغيرات في المجتمع، ازاي ان هو ما يبقاش فريسه لاي اثار سلبيه، ازاي يبقى هو عنصر ايجابي وليس عنصر سلبي. بعد كده انا محيت اميته، اديت له احتياجاته، اديت له احتياجات المجتمع، ما بسيبوش، بشوف ما بعد الاميه، هل اللي انا عملته دوت كان صح ولا عايز تصويب ولا عايز اعاده توجيه؟ لان زي ما حضرتك تعلم وكلنا نعلم ان الحاجه الوحيده اللي ثابته في العصر اللي احنا فيه هو التغيير. المتغيرات حولنا كثيرة جدا، سواء كانت في التكنولوجيا وفي أشياء أخرى كثيرة. فأنا حتى لو كنت محيت أميته الرقمية، أميته التكنولوجية، فالتكنولوجيا متغيرة، فلازم أن أنا أديله التدريب وإعادة تحويل وتأهيل للتكنولوجيا الجديدة. إحنا دلوقتي منتشر عندنا الـ Artificial Intelligence، الـ Machine Learning. طيب الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس ديت هتضطر ان انا اعتمد على الاله اكتر من الانسان.
فأنا لازم أعلمه إزاي هو يسخر الآلة دي ويستخدمها بحيث إن الآلة تفضل محتاجة للإنسان ده ومحتاجة لوظيفته. دي طريقة التفكير اللي عندنا في حزب حماة الوطن من خلال أمانة التعليم، وده التوجه بتاعنا. المسألة واضح إنه في بحث حقيقي للمشكلة، الوصول لجذورها، بحث في كيفيات الحل وطرق المختلفة، ووضع منهجية شديدة الوضوح للحل. دي طريقة شغلنا في حماة الوطن يا فندم. أي شيء لمنهجية، لدراسة، لتحليل، معرفة الأسباب عشان تعرف تحط الخطة الاستراتيجية السليمة. لإلا وبعدين خلي بال حضرتك من حاجة يا فندم، الخطة الاستراتيجية حتى إيفن اللي حضرتك حطيتها فلازم تبقى خطة متغيرة برضو. طبعا. لأن في متغيرات حواليك. أكيد. لو أنت حضرتك فضلت ستاتيك مش دايناميك خلاص، يبقى أنت مش هتقدر تحقق الحلم أو الأمل أو الهدف اللي أنت تنشد له. فلازم تبقى حضرتك متغير حسب التغير الداخلي والخارجي. ولازم تؤهل انت عندك طاقة بشرية. يعني احنا بنفكر في حزب حماة الوطن ازاي نحول النمو السكاني والتعداد السكاني ده بدل ما هو ازمة يتحول لثروة. الثروة الهيومن كاباسيتي. الهند عندك حضرتك الاقتصاد بتاعها بيعتمد على اقتصاد العقول. هو بيع العقول فعلا. يعني صح. هم انت عند حضرتك الهنود كتير جدا بيشتغلوا في جميع دول العالم ومتفوقين. عندك رئيس الوزراء مثلا في انجلترا ما هو هندي، واخد بال حضرتك؟ فده بفضله ايه؟ التقدم الذهني والعقلي وطريقه التفكير. صدقني استاذ يوسف، احنا في الدوله المصريه يمكن تفاجئ حضرتك بالتصريح اللي هقوله ده، احنا لا نعاني من اي مشكله بتاتا الا مشكله واحده هي سبب المظاهر اللي احنا شايفينها، طريقه التفكير. لو غيرنا طريقة التفكير مش هنلاقي أي مشكلة عندنا. لو غيرنا طريقة التفكير في الإنجاب، لو غيرنا طريقة التفكير في طريقة الأكل والغذاء مش هنلاقي أي مشاكل صحية. لو غيرنا طريقة التفكير في التعامل مع الآخر مش هنلاقي أي نزاعات ولا خلافات. طريقة صحيح. التفكير إزاي؟ أنا هدفي في حزب حماة الوطن، هدفنا جميعا اللي احنا نحول المواطن المصري من شخص بيعتمد اعتماد كلي على الدولة المصرية، مستني الدولة هي اللي تديله، الى شخص نفسه وعلى مهاراته، وهو اللي بيسمع من نفسه وهو اللي بيعلم نفسه، واخد بال حضرتك؟ عارف هو في المستقبل عايز يبقى ايه، فايه الخطوات اللي يتخذها عشان خاطر يوصل للهدف بتاعه. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 معالي النائبة ميرال الهريدي أمين التعليم بحزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب.